مرحبا، رحب فيكن بحصتنا الجديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة العلوم، أنا شمس بعلمكن مادة العلوم ومادة الرياضيات. مبسوطة أن أكون معكن بحصة جديدة لحتى نتعلم سوا شيء كتير جديد ومفيد ومهم لحياتنا. حضروا حالكن، جيبوا الدفتر والقلم. مثل العادة بدي إياكن تكتبون الأشياء اللي رح نكتبون سوا بخط كتير حلو حتى تتذكرون دايماً. كمان بالبداية رح نشاهد تقرير حلو، خلينا نفتح عيوننا وننبسط فيه ونستمتع فيه كتير منيح وننتبه له، ومن بعده رح نباشر بدرسنا لليوم. There are three categories in nature: solid, liquid, and gas. Solids have different shapes. Examples of solids: mountains, rocks, bones, ice cubes, chair. A solid can be hard like a chair. A solid can be bouncy like a ball. A solid can be fluffy like jello. Liquids fill the shape of any container they are in. Examples of liquids: water, honey, oil, juice, and shampoo. Usually, we don't see gas, but under pressure, we can hold it into a gas can. When we open the can, the gas flies away. We cannot see the natural gas around us, but we can feel it. Do you know that the air we breathe contains gas? Do you know that the bed we sleep in is a solid? Do you know that the water we drink is a liquid? Well, now you know. مثل ما وعدتكن رح نبدأ بدرسنا لليوم. تعرفوا إنه كل الأشياء اللي من حولنا في إلها شكل ولون. شكل منسميه shape، واللون منسميه color. shape and color منجمع الأغراض حسب الشكل أو حسب اللون. فينا نقول هالجملة: We sort objects by shape. وفينا نقول we sort objects by color. يعني بنعمل مجموعة sort، يعني نجمعهم. we sort objects الأشياء by shape بحسب شكلهم. we sort objects by color بحسب لونهم. رح أعطيكم بعض الأمثلة. في عندي هون طابيت، كلن عندن نفس الشكل، كلن نفس الحجم ومثل بعضن، ولكن اللون مختلف. إذا بدي أفرزن، إذا بدي شيلن عن بعض، لازم أعملن sorting by color، لأنه هن كلن مجموعين لأنه عندن نفس الشكل. هلأ بدي أعمل فرز لإلن بحسب اللون. رح حط اللي لونه زهر هون، واللي لونه أخضر هون، واللي لونه أصفر هون، مع بعض منسميها sorting by color. هن لأنه كلهم عندهم نفس الشكل، هن already من قبل sorted by shape، يعني جمعون بهيدي السلة لأنه كلهم عندهم نفس الشكل. نحنا عم نفرزهم بحسب اللون. we sort them by color. فينا نكمل نحط الأزرق كلهم مع بعض، ونرجع نحط البرتقالي كلهم مع بعض، بنفرزهم، نعمل مجموعة للون الأزرق
مجموعة للون الزهري، مجموعة للون الأخضر، مجموعة للون الأصفر. فإذا كل الأشياء فينا نعملهم فرز بحسب شكلهم أو بحسب اللون. رح أعطيكم مثال آخر. مثلا في عندي هون هالمكعبات، في عندي مثلا هول الاثنين هن نفس الشكل، بدي اجمع كل يلي بيشبهون. I'm sorting by shape. Sort objects by shape. عم بعمل فرز لهم بحسب شكلهم. رح فتش بكل العلبة عن كل الأشياء يلي هن عندهم نفس الشكل. إذا بكمل رح لاقي كتير منهم عندهم هيدا الشكل. شفتوا؟ في كتير. هلأ إذا بدي أعمل sorting by color رح وقف. شوفوا في غير أشكال، رح حط هون أشكال تانية تشوفوا. في هيدا الشكل المربع الصغير، ونحن كنا عم نجمع المستطيل. جمعت كل المستطيل هون مع بعضهم، وهلا رح اجمع كل المربع مع بعضهم. Sort by shape حسب الشكل. في عدة ألوان، هيدي هون. فتش كتير منيح رح لاقي كتير منهم. بعدين بعد شوي إذا بدي فكر قول لا هلا بدي ارجع اجمعهم بحسب اللون. شوفوا في كمان أشكال تانية هون صغيرة، مربعات كتير صغيرة. كمان فيني فتش عليها ولاقيها. هلا رح حط هيدي على جنب، ورح بلش اجمع بحسب اللون. To sort by color. ما بقى رح اطلع على الشكل، هون عند المستطيل المربع الكبير والمربع الصغير. هلا رح حط حسب اللون، رح اجمع كل اللي لونهم احمر مع بعض. جبت اول شيء المستطيل اللي لونهم احمر، بعدين عم جيب المربعات يلي لونهم احمر، بعدين رح جيب الاصفر، اجمعهم كلهم مع بعض، وبعدين رح جيب الازرق والاخضر، حط الازرق مع بعض والاخضر مع بعض، وهيك بكون عملت sorting by color. قبل شوي عملت sorting by shape حسب الشكل، وهلا عملت sorting by color. فهمنا كيف؟ اخر مثال، رح جمع كل يلي لونهم احمر بقلب هذا الكوب. كلهم عندهم نفس الشكل، بس انا بدي اعمل sorting by color. بدي اختار كل الالوان المثل بعضها، الاحمر رح حطهم بقلب الكوب. رح اجمع كل يلي لونهم احمر مع بعضهم داخل الكوب. اما اللي لونهم برتقالي اورنج رح حطهم بايدي اليسرى، رح جمعهم مع بعض. واللي لونهم اخضر رح حطهم بايدي اليمين. شفتوا انا عم بعمل sorting by color مش by shape، لانه هن كلهم عندهم نفس الشيب نفس الشكل، ولكن عندهم ألوان مختلفة. إذا كان عندهم أشكال مختلفة بقدر أعمل sorting by shape مثل ما عملنا قبل شوي بهولي البلوكس يلي كنا عم نستخدمهم. فإذا تذكروا كتير منيح أنه كل الأشياء من حولنا في عندها شكل، في عندها لون، shape and color، وفينا نجمعهم مع بعض بحسب شكلهم sort by shape، أو فينا نجمعهم مع بعض بحسب لونهم sort by color. خليكن هلأ مركزين معنا ومنتبهين،
لنتابع حصتنا بالفقرة اللي جاية. وهلأ منتابع سوا حصتنا مع فقرة جديدة. بهالفقرة رح نحكي بعد عن الفئات اللي موجودة من حولنا. قلنا نحن أنه في أشياء نحن منفصلهم بحسب الشكل، وقلنا أنه في أشياء منفصلهم نجمعهم مع بعض بحسب اللون، وهلأ كمان بدي أقول لكم أنه في عنا ثلاث حالات بيكونوا فيهم الأشياء من حولنا. ممكن تكون ليكويد، سوليد أو غاز. ليكويد، سوليد أو غاز، يعني الأشياء اللي من حولنا، الأغراض وكل شيء من حولنا ممكن يكون بشكل ليكويد يعني سائل، أو بشكل سوليد يعني قاس، يعني عنده فينا نمسكه غرض يعني هو، وثالث وحده هي غاز يعني غاز يعني ما فينا نمسكه. هلا رح فسر لكم اكثر ورح اعطيكم امثله. اتفقنا؟ فاذا كل الاشياء مش بس ممكن يكون عندها شكل ولون، كمان بدنا نشوف شو هي حالتها. حالتها ممكن تكون سائله، ممكن تكون صلبه، وممكن تكون غاز غازيه. رح اعطيكم امثله على كل وحده. اول شيء ليكويد يعني سائله او سوائل، يعني مثل المي مثلا. المي يعني ممكن انه تنزل، اذا انا بوقع رح توقع منها، ما فيني امسكها بايدي، ما فيني اعطيها حجم للمي، هي بتسيل سائله مثل كثير سوائل ثانيه، العصير مثلا، مثل الزيت سائل، مثل الخل، كثير اشياء بتكون سوائل بنسميها ليكويد، بيكون هيك شكلها مثل المي اللي بنشربها، بتاخذ الشكل يلي هي الغرض اللي هي موجوده فيه. يعني هلا المي اللي هون بالكبايه اخذت شكل الكبايه، اذا حطيتها بصحن هيدي المي رح تاخذ شكل الصحن. اما السوليد فالاشياء الصلبه، يعني مثل هيدي مثلا، هي صلبه بقدر امسكها وبقدر عندها شكل معين ما بيتغير، ما بياخذ شكل شيء ثاني، اذا حطيتها على ايدي ما رح تاخذ شكل ايدي، بضل شكلها نفس الشيء لانه هي صلبه. وكمان هي بقدر حس فيها وبقدر امسكها وبعرف قديش حجمها. اما اخر وحده الغاز، فهي يعني الغاز او مثل الهواء مثلا، يلي كمان يشبه السوائل، بياخد شكل الغرض يلي هو موجود فيه، بس نحن ما بنشوفه بعيوننا. يعني اذا بدي اجرب هلا امسك الهواء ما بقدر، هو موجود من حولي انا بتنفسه، بس ما بقدر امسكه لانه ما عنده شكل معين، هو بياخد الشكل يلي نحن بنحطه فيه. هيدا الطابه، هيدا البول في بقلبه هواء، نفخناه فوتنا فيه هواء بهيدا الشكل وصار هالقد كبير. الهواء يلي بقلبه الغاز اخذ هيدا الشكل. اذا نحن كانت الطابه على شكل قلب مثلا، رح ننفخه رح ياخذ هو شكل القلب، مثل ما بنعمل، مثل ما بنعطيه شكل الهواء بياخذه. واذا بدكم لما نفتحه رح نسمع صوت الهواء عم يطلع، ورح نحس فيه. اذا بحط ايدي انا هون رح حس انه في هواء عم يجي على ايدي. هيدا اللي بنسميه غاز، او بنسميه الاشياء الغاز يلي هي ما منشوفها. اوكي، فاذا في ثلاث حالات، ليكويد، سوليد اند غاز، هودي للاشياء يلي من حولنا. السياره مثلا هي شو؟ فلويد؟ ليكويد؟ لا، هي غاز؟ اكيد لا، هي سوليد، صلبه، بمسكها بعرف انه لها حجم، فيها وزن، كبيره،
طيب خليني أسألكن، العصير اللي منشربه هو شو؟ سائل، ليكويد، مزبوط. المية اللي منتحمم فيها هي لو حطينا لها صابون بتضلها ليكويد، مزبوط. الشمسية اللي منحملها لما ينزل المطر هي سوليد، هي أوبجكت يلي هو سوليد يعني صلبة، بقدر أمسكها وبعرف إنه هالقد حجمها ما بيتغير. فإذا ما تنسوهون وخليكن متابعين معنا لحتى نكمل الأفكار الحلوة بالفقرة اللي جاية. نتابع سوا درسنا مع الفقرة الجديدة اللي رح نشوفها سوا على اللوح. في عنا تمرين ورح نقرأ سؤال أنا وياكن. سؤال بيقول categorize the pictures، يعني بدنا نجمع الصور مع بعضهم بحسب الفئات، والفئات هن اللي شفناهن قبل شوي، رح ارجع اكررهم واذكركم فيهم. اذا هول الصور بدنا نطلع ونشوف اذا كل غرض بيناتهم هو بينتمي لفئه السوليد يعني الصلب، الاحجام الصلبه، او ليكويد يعني السائله السوائل، او الغاز يلي هي غازيه مثل ما حكينا قبل شوي. رح نطلع على كل صوره ونوصلها على الفئه يلي هي لازم تكون فيها. اول صوره فيها عصير، العصير هو سوليد، شيء صلب قاسي وعنده حجم معين وشكل معين، او هي شيء سائل، او هي شيء غازي. اكيد مش سوليد، منا صلبه، لانه العصير اذا قلبنا الكبايه رح ينزل من الكبايه وما عنده شكل معين، مشان هيك نحن ما رح نحطه بفئه الأحجام الصلبة. رح ننتقل للسوائل، هو سائل يعني بدي أوصله على هيدي الفئة، فئة يعني كاتيجوري، كاتيجورايز يعني نجمعهم بالفئات المناسبة. تاني صورة فيها الألعاب يلي نحن بنلعب فيهم، الألعاب يلي نحن يمكن بنقعد فيهم، طابات وأشياء كتير بنستخدمها. هيدي الألعاب تنتمي لأي فئة؟ سوليد، ليكويد، او غاز؟ اقولكن هي سائله، اكيد لا، ومنا غاز لانه نحن قادرين نشوفها ونمسكها وبنعرف انه هي صلبه. اذا هيدي الصوره تنتمي لفئه السوليد، الاحجام الصلبه، لانه هي عندها شكل ووزن مثل ما نعرف وحجم، يعني بنقدر انه نميزها عن غيرها. بقلب هيدي القنينة في عنا مي، هل المي شي صلب قاسي؟ لا. هل هي سائل؟ نعم، هي من السوائل كمان، رح نوصلها على فئة ليكويد السوائل. في عنا بعدين قلم رصاص، قلم الرصاص اقولكن هو غاز؟ أكيد لا، لأنه الغاز ما فينا نشوفه نحس فيه. ليكويد، هل هو سائل؟ أكيد لا. إذا قلم الرصاص بينتمي لفئة السوليد، الأشياء الأحجام الصلبة. وآخر مثال هي فرشاة للشعر، هير براش، هل هي غاز؟ أكيد لا. هل هي ليكويد سائلة؟ كمان لا. فإذا هي سوليد، رح نجيبها ونحطها هون مع فئة الأحجام الصلبة. أكيد مش رح نلاقي كتير أشياء نحن منشوفها بعيننا غاز، لأنه مثل ما قلت لكم الغاز بياخد الشكل يلي الغرض يلي هو موجود فيه، مثل ما شفنا بالطابة، أو إذا مثلا شكل غيمة أو أي شيء بيكون غاز ما بنقدر نلمسه، ما بيكون عنده وزن وحجم مثل ما نحن نعرف بالأحجام الصلبة. اكتبوا هيدي المعلومات عندكم وخليكن متابعين معنا لحتى نكون بعد شوي مع آخر فقرة بحصتنا.
وهلأ رح نكون مع آخر فقرة بحصتنا لليوم. تتذكروا نحن حكينا عن الحواس الخمس The five senses، ورجعنا حكينا كمان عن الأشياء اللي من حولنا من أي فئة بتكون. أكيد الأشياء الصلبة solid فينا نستعمل حاسة اللمس تنمسكها، فينا نستعمل حاسة البصر تنشوفها، فينا نقدر نميزها بهودة الحاستين. مثلا الأشياء اللي هي liquid كمان فينا نستعمل هيدا الحواس وحواس تانية، ونفس الشيء الأشياء اللي هي من غاز. هلأ رح نشوف شو هن هالحواس ورح نشوف أمثلة، وانتو رح تساعدوني حتى نجمعهم مع بعض. في عنا حاسة اللمس، يعني هي touch. في عنا حاسة السمع، hearing. في عنا حاسة الشم، smell. في عنا حاسة الذوق، taste. في عنا حاسة البصر، يعني seeing. خمس حواس five senses. رح أجيب هلأ صور وأعطي أمثلة، أنتوا بدكم تقولوا لي كل وحدة إذا كان الشيء هو صلب أو سائل، وإذا نحن بنستعمل أي حاسة منهم حتى نميزه. أول صورة في عنا شخص عم يحكي على الهاتف، الكلام عم يحكي على الهاتف، نحن شو بنعمل؟ منسمعه، مظبوط؟ نحن منسمعه. فإذا أي حاسة hearing رح أخده وحطه تحت هيدي الخانة لحتى نتذكر إنه نحن بنستخدم حاسة السمع لما نستعمل التليفون. التليفون هل هو solid liquid أم gas؟ هو solid طبعاً، هو شيء صلب بمسكه بإيدي وبحطه على دينتي بتكلم وبسمع الرد. فإذا حاسة السمع بستعمل التليفون يلي هو solid. كمان في عندي هيدي الصورة، هيدي الفتاة حاطة على دينيا سماعات وعم تسمع موسيقى. شو بنستعمل أي حاسة؟ نفس الشيء حاسة السمع hearing sense، والسماعات هن solid objects يلي هن صلبين، منحطهم على دينتنا ونقدر نسمع من خلالهم الصوت. في عنا هيدا الشخص عم بيشاهد التلفزيون، تلفاز، يعني هو عم يستعمل أي حاسة؟ عم يستعمل حاسة البصر seeing، لأنه عم بيشاهد، عم بيشوف بعيونه. ورح حطها هون، والتلفاز هو سائل؟ لا، gas يعني liquid، gas أكيد لا، هو solid يعني هو صلب كمان. وآخر وحدة، هيدا الولد عم بشم الزهرة، أي حاسة عم يستخدم؟ شم، سمل، رح حطها هون. والزهرة هي كمان سوليد، منا ليكويد منا غاز، هي سوليد. فاذا نحن نستعمل الحواس تبعنا بعدة اشياء من حولنا، ممكن يكونوا سوليد، ممكن يكونوا كمان اشياء ثانيه، ممكن نشم مثلا ريحه العطر يلي هو سائل، نستعمل حاسه الشم ب شيء سائل مش صلب. ممكن كمان نلمس الزيت يلي هو سائل، يعني نستخدم الحواس لعدة أغراض لحتى نكتشف كمان أشياء من حولنا. احفظون منيح، اكتبون عندكم، ما تنسون، وخليكن دايما متابعين برنامج مدرستي. وهلأ رح أترككن مع تقرير تشوفوه، من بعده بتكون خلصت حصتنا لليوم،
برجع بلتقي فيكن بحصة جديدة المرة اللي جاية. باي. There are three categories in nature: solid, liquid, and gas. Solids have different shapes. Examples of solids: mountains, rocks, bones, ice cubes, chair. A solid can be hard like a chair. A solid can be bouncy like a ball. A solid can be fluffy like jello. Liquids fill the shape of any container they are in. Examples of liquids: water, honey, oil, juice, and shampoo. Usually, we don't see gas, but under pressure, we can hold it into a gas can. When we open the can, the gas flies away. We cannot see the natural gas around us, but we can feel it. Do you know that the air we breathe contains gas? Do you know that the bed we sleep in is a solid? Do you know that the water we drink is a liquid? Well, now you know.